ضلينا تحت معارك تقريبا 14 جولة شهور بلا كهرباء، مقطش الكهرباء، ما حدا بيسترجع يفوت لهون. وفي ناس حقولوا لي انه شو بدك؟ انه تروك انت بتجيك رصاصة او بيجيك شيء. موقع الكنيسة هون والمدرسة هو موقع مميز، هي بالنص تماما بين منطقتين بحرب كانوا، تبين وجبل محسن هني من طائفتين مختلفتين سني وعلوية. كان عندي إيمان واثق انه ما ممكن نسكر هالمدرسة لأنه عنده دور وعنده رسالة. أنا ابني الكبير كان يجي بالبداية بده يحكي بس مع أحمد ما بده يحكي مع علي مثلاً، يعني كان الأبونا يوقف له أنه لا ما بيصير هيك، هيدا رفيقك وهيدا رفيقك، طريق الصح الصعب، مشان هيك لازم نكون كتلة واحدة ونتساعد أكيد بكل شيء. فمشان هيك كان البير جورج عنده دور كتير فعال أنه لا لازم هيدي الحساسيات تلتغى ولازم أنه ترجعوا تحبوا بعضكم مثل الأول. كان في باب يلي بيودي على التباني ويودوا منه تلاميذ بس تعلق، وفي باب بيودي على الجبل بس يروحوا منه ما بقى يقدروا يقنصون ويسيبون. بالحقيقة فكرت إذا بدنا نضل هيك على صعيد البابان يعني نحن عم نكرس التقسيم والفرقة، وقلت أنه لازم يكون في باب واحد عم يجمع الكل تيفوتوا على المدرسة ويطلعوا من المدرسة. وبلش هالشي يأثر نتفي نتفي أنه بلشوا يتعرفوا على بعضهم، الآخر ما بقى أنه شي بيفزع بالنسبة للتاني. بمحيطي في ناس متعصبين، اوقات بيكون في بلوك بيني وبينهم، بحاول اشرح لهم، في ناس بتتقبل في ناس ما بتتقبل انه تشرح لها ليش، انه خلص انسان مثلي مثله يعني، وين المشكله انه نتخالط روح واجي. هالاشياء المشتركه اللي عشوها مع بعضهم كان عم يرجعوا ينقلوها للعائله لهون لجوزها للناس يلي عم تلتقي فيهم. عمل معارك يكون اوقات الضرب نازل ونحن تليفون يعني اتصال مع بعضنا، اللي جيبي اهلك وتعال، انه عندنا هم أنه يكون هالمكان هو محل يلي عم يلتقوا فيه كلهم، يعيشوا الفرح، يعيشوا اللقاء، يعيشوا الحوار، ويعيشوا اكتشاف الآخر. أنا بدي ولادي يتعلموا، واللي فت فيه أنا ما بدي ولادي يفوت فيه، أنه بدي روح أوصف لنا أوصف لنا اللي عمله أبونا ما حدا عمله عنا بطبلصان. قبل ما يصير شيء كنا قبل بربع ساعة ونص ساعة نبلغوا أنه ساعة الفلان ساعة كذا معلمي يطلعوا من المدرسة، يطلعوا من هم ما بدنا حدا هون. وكان يعملنا هون بالسنة نحن اجتماعين ثلاث اجتماعات تطلع من هون ما في لا من فوق ولا من تحت، كان موفق بين الكل. شو استفدنا من الحرب؟ ولا شيء، تأثرنا. كل واحد منا عنده دور يغير أول شيء العقلية ونساعدهم حتى يقتنعوا إنه هن اللي قادرين يغيروا، منعيش مبسوطين ومنساعد بعضنا ونوصل لمستقبل أفضل. هاي دي قصتي، أنت شو قصتك؟